السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في الطب. كلام في الطب برنامج مستمر على مدار حلقات كتيرة بنتكلم في الطب ولكن بشكل مبسط وسهل. مش عايزين نقول إن كلام في الطب يعني اللي هيسمعنا يقول إن إحنا بنتكلم كلام صعب أو كلام مش مفهوم. بالعكس، إحنا دايما بنختار مواضيعنا منكم، مواضيعنا من الحاجات اللي أنتوا عايزينها وبتهتموا بيها، وكمان الكلام بيكون كلام مبسط وميسر. النهاردة موضوعنا وحلقتنا حلقة مميزة جدا، هي حلقة أسرية بامتياز. يعني أنا عايزة أقولك إنها بتهم الأسرة، والأسرة كلها لازم تتفرج على الحلقة دي، لأن إحنا لما بنتكلم عن موضوع العقم أو تأخر الإنجاب أو العقم عند الرجال أو الضعف الجنسي أو العجز الجنسي، ممكن حد يسمعني يقول إن الحلقة دي حلقة خاصة بالرجالة بس. لا، بالعكس، لما الموضوع ده بيبقى فيه مشكلة، بيبقى مشكلة تأخر إنجاب أو مشكلة عقم، الموضوع ده مش بيخص الراجل بس، بيخص الراجل، بيخص الزوجة، بيخص الأم والأب، حتى بيبقوا عاوزين أولادهم يبقوا يشوفوا أحفادهم زي ما بيتقال. فلما الموضوع ده بيبقى موضوع شائك شوية. طبعا احنا نقول الموضوع ده لا قدر الله بيحصل فيه مشكلة وهنسكت عنه، الموضوع مش خلاص بينتهي، بالعكس بيحصل فيه اكتئاب بين الزوجين، بيحصل فيه مشاكل لا قدر الله بيؤدي الى انفصال. مشكلتنا ان احنا في رجاله كتير او اغلب الرجاله ما بيبقى عندهم مشكله الضعف الجنسي او تاخر الانجاب، بيكون بسببهم او بسبب مش عايزه اقول عقم، بسبب مشكله عندهم دايما بيبقوا حبوش يعترفوا بيها. واحنا عشان نحل اي حاجه لازم نعترف بالمشكله دي. انا لو اعترفت بالمشكله ديت يبقى انا كده هوصل للحل. طب اللي هيسمعني كده يقول احنا، طب احنا هنعالج، انت هتعالجينا كده بالشكل الطبيعي او هتطرحي او ضيفي ضيف طبيب متخصص في المجال ده بشكل بقى اللي احنا متعودين عليه، بشكل كيميائي وبشكل العلاج وبجراحات وبالشكل ده؟ لا، ده الجديد عندنا في البرنامج النهارده. احنا مش هنتكلم عن الموضوع ده، علاج الطبيعي بالكيميكال وبالجراحات وبالحاجات دي، لا احنا عايزين نجرب حاجه جديده، وحاجه جديده معروفه بس احنا تقريبا دايما بننساها او مش بنركز عليها. هي موضوع الطب التكميلي او العلاج بالنباتات الطبيه او بالاعشاب. الحاجات ديت يا جماعه فعاله جدا لما بتكون تركيبات معينه وناس متخصصين اللي بيعملوها، وده ان شاء الله اللي هنشوفه معانا في الحلقه ديت. هنلاقي نتائج مذهله ونتائج متجربه وكمان ملهاش اثار جانبيه. يعني خلينا نقول ان العلاجات او الجراحات احيانا ليها استخداماتها، بس احيانا في ناس مش النباتات الطبية ليها مميزاتها وديت ليها ممكن يكون بعض الأثار الجانبية أو بعض العيوب. لكن لما يكون حاجة ملهاش أثار جانبية وبتكون متجربة وبتكون بنلجأ ليها طب تكميلي زي ما بيتقال، هي النباتات الطبية والأعشاب، وأثبتت أنها حاجة ناجحة، يبقى ليه ما نجربهاش. ضيف النهاردة هو ضيف مميز في المجال ده، هو مش بس أخصائي علاج بنباتات طبية، لا هو صاحب مركز طبي وصاحب شركة طبية متخصصة في العلاج بالطب التكميلي او بالنباتات الطبيه او بالاعشاب. مش مجاله بس تاخر الانجاب بس، خلينا النهارده نركز في الحلقه عن تاخر الانجاب عند الرجاله او العقم او العجز الجنسي. هو الدكتور محمد البكري، اخصائي العلاج بالنباتات الطبيه، صاحب كتب في السوق عن الموضوع ده بيتكلم فيها، من اشهر كتبه الاسلام يتجلى في عصر التغذيه العلاجيه، بالاضافه طبعا للمنتجات الكتير في مجالات كتير بيعالج بيها السكر او امراض كتيره، التهابات فيروسية او اي حاجه. بس احنا النهارده نتكلم عن خاص موضوع العلاج، علاج الضعف الجنسي وتأخر الإنجاب والعقم عند الرجال. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ، نورتنا. ربنا يكرمك بنورك. أنا زي ما اتكلمنا طبعا حضرتك غني عن التعريف، والحلقة دي يمكن أنا أول مرة أظهر في البرنامج، بس حضرتك طبعا البرنامج ده بتاعك، يعني ده كلام في الطب تحديدا. بس أنا حابة بس الناس عشان بقى التواصل اللي ما كانوش معانا أو عارفين، حضرتك بتتكلم عن الطب التكميلي وانت متخصص في المجال ده، وفي ناس كتير ممكن ما تعرفش المصطلح ده او بالظبط بنتكلم نقصد بيه ايه، فعايزين بس في الاول سريع كده نتكلم عنه. احنا قلنا قبل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا قبل كده الطب التكميلي او طب الاعشاب ليه اكتر من تخصص او اكتر من دباجة. قلنا العلاج بالحجامه، قلنا العلاج بالضوء، قلنا العلاج بالابر الصينيه، قلنا العلاج بالتعلق الطبي، قلنا العلاج دي اكتر من شق. بس احنا العلاج بالزيوت، العلاج بالاحياء، العلاج النفسي، كل ده خلينا نقول ان العلاج الكيميكالز او الطب البشري اللي احنا النهارده هو يعتبر اشهر طب موجود، ده اخر نوع او اخر قسم في اقسام الطب التكميلي. بس لان اي دواء في الدنيا كيميكالز الموجود في الصيدليات، موجود في شركات الادويه، كل ده اساسا 70-80% منه اعشاب، والباقي كلها مواد حافظه. وطبعا الدكاتره اللي هم زعلانين مني عارفين الكلام ده، وعارفين اني بقول ايه، وعارفين صدق كلامي صح قد ايه. هو 70-80% ماده فعاله اللي هي الماده العشبيه،
زائد المادة الحافظة، كيميكال المواد الحافظة. بس للأسف احنا من كتر السوق والإعلام ما بقناش نعترف بالطب التكميلي ده خالص، ونسيناه ان هو الأساس للطب البشري أو الأساس في الأدوية فيها أعشاب، بس احنا سيبنا الأعشاب وخدناها في شكل كيميكال أكتر. دي خلينا نقول ان القدماء المصريين أو أجدادنا العرب في شبه الجزيرة العربية كانوا بيتعالجوا ازاي؟ لا كان في جراحات ولا كان في عقاقير ولا كان في، الامر كله كان قائم على الاعشاب الطبيه واللي هي اللي احنا بنسميها الوصفات. بالظبط الوصفات اللي بس احنا دي بنستخدمها بقى مع العصر الحديث. احنا حضرتك انت بتيجي بنتكلم عنها بشكل بنعيد احيائها زي ما بنقول، وان ايه وبشكل حديث. احنا مش بنعيد احيائها قد ما هي، لان هي اصل احنا لما نيجي نعيد احياء حاجه بنعيد احياء ميت، وده ما بيحصلش خالص، مفيش ميت بيرجع تاني. لكن احنا بنعيد صياغتها هنا في الدول العربيه. يعني يمكن في الصين لما بنروح الصين على طول مفيش حاجه عندهم اسمها طب. يعني جامعه يوكوهاما، جامعه ناجازاكي، الجامعات دي كلها ما بتديش شهادات في الطب، في الطب البشري. كل شهادات في الطب الصيني اللي هو حضرتك اوريدي طبعا واخد منها شهادات في المجال ده الحمد لله. يعني اللي هو النهارده الطب اللي هو النهارده معترف بيه في الصين، معترف بيه في كوريا، معترف بيه في الهند، معترف بيه في معظم العربيه. يعني في حتى بدات الامارات تتحسس خطى الامر دون الفتره الاخيره. يعني مبدل عشان كده بنقول ان بقى الناس تركز عليه، وانت حضرتك متهيألي من اوائل الناس اللي انت ركزت على موضوع الطب النباتات والاعشاب الطبيه. يعني الحمد لله يمكن احنا في جزئيه العقم بالذات يمكن احنا نسب نجاح الحالات عندنا اكتر من نسب نجاحها عند البشريين. بالظبط. وده بالتحليل وبالادله مش هيزعلوا منك كده؟ والله لا نسأل بقى نعمل ايه؟ اهم حاجه التجربه والدليل. بالظبط. طيب احنا نتكلم بقى موضوعنا النهارده عن العقم عند الرجال تحديدا. يعني احنا ممكن هنشير للسيدات في الحلقه طبعا، بس احنا هنتكلم عن العقم عند الرجال. هو عدم القدره على الانجاب لاسباب عضويه عند الراجل، وعايزين نقول شئنا ام ابينا ده حاجه بيبقى له سبب، بيبقى احسن بعد ما بيتجوزوا وبيخلفوش بيبقى في السبب عند الراجل سبب او اخر، اهم حاجه ان هو يتعالج. طيب العقم تعريفه، العقم عند تعريفه كلمه العقم اخر مرحله في مراحل، يعني اخر مرحله او انا اطلق يعني اطلق على على الرجل ده انه راجل عقيم في اخر مرحله العلاج. طبعا. لما انا ابقى كمختص فشلت ان انا اعالج الشخص الحاله دي كده ابدا اقول عليه عقيم. لكن هو وانس حصل له مثلا انا بدات بعد الجواز بشهرين ثلاثه مفيش حمل مفيش كده، فمش ده العقم. نقول مثلا ضعف، تاخر انجاب. بس طبعا لو قلنا اسبابه، احنا كنا قبل كده قلنا اسباب وراثيه، قلنا اسباب عضويه، قلنا التدخين، قلنا الكحوليات، قلنا العمل النفسي، قلنا عدم الوفاق بين الـ 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 الشخصين بين الزوج والزوجه، عدم الوفاق. مشاكل مثلا قصدي حضرتك مثلا لو في مشاكل او كده هوت ولا هو لا، بغض النظر عن المشاكل الـ 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 الحمل بيجي على زي ما بيقولوا على اهون سبب. بس طبعا مشاكل ينتج عنها امر نفسي، ينتج عنها فشل علاقه، ينتج عنها بالتالي مفيش حمل. صح. اوكي. بس احنا بنتكلم على عدم الوفاق. يعني ايه عدم وفاق؟ احنا معروف ان رب الاسره او الراجل هو المسؤول رقم واحد عن نجاح، خلينا نقول عن نجاح عمليه جنسيه، عن نجاح اسره، عن نجاح بيت. تمام طبعا. بس قلنا برضو قبل كده ان لو العمليه الجنسيه او الجزئيه بتاعه الجماع دي ناجحه، مهما كان البيت ظروفه مش ملائمه او ظروفه الماديه مش مظبوطه، بس بتبقى الدنيا ماشيه بنسبه كبيره قوي ناجحه. تمام. اكيد في من المشاكل بتخف بتقل. بالظبط. عكس بقى لو كانت فاشله او فيها مشكله او فيها ضعف او بلاش اقول عقم او عجز، بتاثر على المشاكل. ما هو نجاح العمليه الجنسيه ده ما بيتمش الا بين زوجين متحابين. فمتحابين يبقى خلاص اي حاجه تانية هتندرج تحت المتحابين دي هتنجح. صح. بس حتى لو كانت هي تحمل كتير قوي من الفشل، سواء نسب فقر، سواء نسب بطاله، سواء كل اللي بيتغاضى بالظبط بيتغاضى بنتغاضى عنه مقابل ان الامر ده بيكون ناجح. طب خلاص احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاسباب اللي هو قلنا اسباب هرمونيه نفسيه، اسباب التدخين، اسباب امراض او كده اهو. الاعراض بقى بتظهر بقى في شكل ايه؟ انا حابه اسمع منك شكل عمليه الضعف الجنسي او العجز الجنسي اللي احنا ان شاء الله هنعالجها النهارده ان شاء الله بالمنتج الجديد. احنا فضل عالجناها طب احنا عالجناها بمنتج تاني هنتكلم بالعسل طبعا، هاي هاني اللي حضرتك عملنا عليه حلقات، بس متهيألي المنتج ده هيبقى مميز برضه، هنعالج اكيد ان شاء الله اكتر، عشان كده عملنا الحلقه دي. طيب اعراضه بقى من وجهه نظر حضرتك عمليه الضعف الجنسي بيظهر في شكل مثلا ضعف انتصاب، سرعه قصف. احنا قلنا بعد شهرين مش حمله، شهرين ثلاثه بيبقى الزوج يروح لمختص.
طبعا في 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 بلدنا هنا او في الاماكن الشرقيه الزوج بيقبل اول، لا انا الزوجه اللي تروح، لكن الزوج العقلاني هو اللي بيروح. بنبدا الاول بتحليل المنوي، بنشوف عندي ثلاث حاجات: حركه وعدد بالظبط والزوجه. دول ثلاث اسباب يمنعوا عندي خلفه او يمنعوا سائل منوي ان هو يلقح بويضه. عدد حيوانات منويه طبعا، حركه الحيوانات المنويه، حركه السائل المنوي، واللزوجه اللي تبقى موجوده في السائل المنوي. العدد كام؟ ما يقلش عن كام؟ ما يقلش عن 20، من 16 ل 20 مليون على حسب هرمونات الشخص نفسه. من 16 ل 20. قلنا حيوان منوي متكامل، يعني متكامل يعني متكامل العدد اللي هي العدد والحركه تكون ناجحه، واللزوجه ما يكونش ضعيف، يكون ما يكونش فيه تشوهات. اما حضرتك تقصد التشوهات طبعا، يكون حيوان منوي قوي. دي بالنسبه للحيوان ده بيمنع الانجاب طبعا. ده بينتج ده الفشل الحيوان المنوي ده او مشاكل الحيوان المنوي رقم واحد في مشكلتها، مشكله الضعف الجنسي. عشان كده احنا لما جينا نعمل منتج عملنا منتج يعالج الضعف الجنسي الاول. يعني انا تقصد بايه الضعف الجنسي يا دكتور؟ مشاكل كتير قوي. عشان اللي بيتفرج علينا يبقى فاهم هو عنده المشكله دي او مش عنده. على فكره مش كل اللي بيقوم بعمليه جنسيه ناجحه ده قوي جنسيا. تمام. لا، انا عندي الاول مشكله نفسيه، عندي الاول مشكله انتصاب، ضعف انتصاب، عندي احيانا عندي مشكله سرعه قصف، احيانا عدم سرعه القصف اللي هو الامتداد في العلاقه او التطويل في العلاقه ده مرض. القصف المتاخر يعني ما بيحصلش. بعض الناس مش منتبهه ليه، وبالعكس بيشخص ده بالقوه. صح. وده غلط. الامر اللي يكون فيه افراط ولا تفريط. اللي يكون فيه افراط ولا تفريط. صح. ده يصنف تحت الضعف الجنسي. مرض جنسي. مرض تحت جنسي. المرض الجنسي. تمام. بس احنا قلنا من لما بنيجي نلجا للعلاج، انا شخصيا لما اجي لعلاج العقم بلجا الاول لعلاج ضعف الجنسي الاول. مشاكل انتصاب، مشاكل سرعه القصف، مشاكل السائل المنوي. بعد كده انا خلاص وانس خلصت دول ومشاكل البروستاتا كلها، من تضخم من ضمور، اشوف مشاكل البول. احنا قلنا لو شخص مثلا بيقوم يعمل حمام بالليل اكتر من مره دي مشكله. لو في تقطع في البول ما فرغش البول كويس دي مشكله تانية بتاثر جنسيا، هو مش واخد باله. كل ده بتاثر جنسيا. بس هو الناس مش واخد بالها. عشان كده احنا لما جينا نعمل حاجه قبل للمشكله دي عملنا حاجه شامله بفضل الله. تعالج بروستاتا، تعالج ضعف جنسي. ده الكبسوله بتاعت النهارده. بفضل الله تعالج بروستاتا، تعالج مشاكل ضعف، تعالج لو في مشكله نفسيه. مشكله نفسيه يعني ايه؟ اللي هي الرغبه الجنسيه. الرغبه دي رقم واحد في الـ في الـ في الـ في تمام عمليه جنسيه ناجحه، الرغبه. عشان كده احنا بدانا الاول نعمل رغبه، بدانا الاول نعمل عمليه جنسيه ناجحه في الانتصاب، في التاخير، في القبول ما بين الطرفين. بس لان مهما كان الشخص ده مكتمل جنسيا، بس النوع الثاني اللي معاه مش متقبل الامر ده، والله حتى لو سالناه ده في ايه؟ او حامل ايه؟ لا، احنا فضلنا نجحنا في الامر دون، عملنا حاجه كويسه جدا للميل للذكر، وعملنا حاجه للفيميل كويسه جدا. هي الكبسوله دي شغاله على الاثنين؟ هتشتغل بتشغل على الاثنين يعني. احنا لما هنتكلم عنها بالتفصيل هنشوف. بتشتغل على الاثنين، اكتر شغلها على الميل، على الذكر. لكن هي كمان احنا برضو ده الحمد لله يمكن من الحاجات اللي بتميزنا، ان احنا بنقدر نلم الدنيا في حاجات بسيطه جدا. يعني احنا لما كنا عاملين العسل، الحمد لله العسل ده ناجح واثبت وجوده، لكن احنا حبينا يعني طبعا هيجي بعد كده اسال السؤال ده، حبينا ان شاء الله نلم ده لاسباب كتير ان شاء الله. ما هو بالظبط يا دكتور، هيتفرج علينا هيقول ان حضرتكوا عملتوا حلقات ناجحه وما زالت بتتعرض وهتتعرض، وانت لسه كنا قبل الهوا بنتكلم بنقول ان العسل ده مطلوب لغايه دلوقتي واثبت نجاحات ما شاء الله عليها. يعني ممكن يكون ضايق ناس ثانيه. مش عاوزين مش هنذكرهم. طيب اللي هو المنتج تحديدا هاي هاني، هو طبعا في منتج هو مشهور بكلمه العسل، حضرتك قايل العسل، بس هو طبعا في تركيبات تانية، بس العسل هاني هي تركيبه. تركيب بس. العسل بما انه فيه شفاء للناس وكده اهوت، فهو هاي هاني وحقق نجاحات كبيره جدا ومعروف. هنا بقى الكبسوله. ليه كده العسل وقف كده؟ هتوقف انت العسل كمنتج ولا استبدلته بالكبسوله، ولا اللي عاوز ده واللي عاوز ده؟ لا، احنا العسل كمنتج، احنا مكونات العسل نفسها ما وقفتش، مكونات العسل هنا بقى خلاص هنا. عشان هيسال بعد كده محدش يشوف يقول انا عاوز المنتج العسل، هو ده اللي عمل معايا تجربه ناجحه. لا، احنا طورنا منه. عارف يا دكتور، شايفين ناس ممكن خدت وخلاص او سمعت وطبعا حق نجاحها، لما مش هيشوفوه هيقول لك ايه؟ لا انا عاوز ده، هو ده اللي سمعه، هو ده اللي جيت عليه.
عايزين نقول هو ده العسل بس هو بشكل الافضل بشكله افضل وبشكله الاسهل. طب نتكلم بقى عن المنتج، والمنتج اسمه كبسوله الدكتور بكري. نتكلم اول عن هو ليه اخترته، ليه وقفته العسل او دورته، بعد كده نتكلم طبعا على الاسم لانه اسمي شد جدا يعني. العسل احنا ما وقفناش العسل اللي عيب فيه. تمام صح، ده عايزين ناكد عليه. بالعكس طورناه. طورناه طبعا العسل احنا فضلنا كنا محافظين فيه جدا على نسب السكر اللي موجوده فيه. مفيش مريض سكر اشتكى منه خالص، مفيش مريض ضغط اشتكى. احنا طورنا الامر دون علشان يعني نبدا، احنا لما بنبدا نعمل ابحاث احنا مش خلاص مش عملنا منتج وننام عليه خلاص، لا احنا بنبدا نشوف ابحاث يوميه عشان نحاول نطور منتجنا. فلقينا ان احنا من ضمن مشاكل العقم مشكله مشاكل خاصه في البروستاتا، سواء ضمور في البروستاتا او تضخم في البروستاتا. صح. وبدانا نشوف مشاكل خاصه بكبار السن، وللاسف بدانا نشوفها عند بعض الشباب وهي التسرب الوريدي. معلش اشرح لنا ايه هو التسرب الوريدي عشان لو حد مش فاهمه او يعرف، هو عنده ممكن ما يعرفش ان هو ايه ده اسمه تسرب وريدي. التسرب الوريدي ده عدم القدره على الانتصاب، عدم القدره على النمو العمليه الجنسيه، بتبقى الاورده. عدم القدره النهائي. مفيش انتصاب نهائي. تمام. بتبقى الاورده في القضيب فشلت باتمام عملها، مش تدفق دم اصلا. ما بيحصلش صاب، وبتبقى من اعراضه عشان اعرف اقول انا مريض تسرب وريدي ان بيحصل عمليه سقوط للعضو اثناء الجماع. تمام. انتصاب قوي جدا وبعد كده مره واحده يحصل سقوط للعضو اثناء الجماع. فاحنا عشان كنا نجمع الامر ده في العسل كان الموضوع بالنسبه لنا البروستاتا التسرب الوريدي. احنا بدانا قلنا نلم الدنيا دي كلها عشان ما نشتتش، عشان ما اقولش للبيشنت والمريض خد العسل 4-5 مرات في اليوم. قلت لا احنا ناخد نعمل كبسوله لمين فيها الدنيا دي، والمريض ياخدها مرتين في اليوم بس. مرتين في اليوم بس. ودي كانت الحمد لله من من من, من يمكن من الفلتات اللي بتحصل معانا، ان احنا نقدر نجمع في عقار واحد او في دواء واحد او في تركيبه واحده اكتر من فايده بس، واكتر من طريقه علاج، واكتر من علاج لاكتر من مشكله او لاكتر مرض موجود في الخاصه بضعف الجنس. يعني عايزين نقول ان دي بتعالج، معلش هنسميه عقم، هنسميه ضعف جنسي صح او عقم، بنعالج الضعف الجنسي، حالات الضعف الجنسي بتحمله الكلمه بمعنى صوره خاص في انتصاب بس مشاكل في البروستاتا، تسرب وريدي، تسرب وريدي بروستاتا، حيوانات المنويه بتعالج عددها مثلا. العدد والحركه دي عندي رقم واحد، العدد والحركه دول اهم حاجتين عندي. عدد حركه الزوجه دول اهم ثلاث حاجات عندي عشان بتعطل الانجاب. والتشوهات بفضل الله دورها عالي جدا في التشوهات، يعني في علاج في الكبسوله دي. بفضل الله دورها عالي جدا، يعني احمد احنا الناس تسال طب انت ليه مأخرينها ليه ما... لا احنا شغالين بها بقى اكتر من 4-5 سنين في المركز عندنا. اللي هو الكبسوله. احنا ما اخرناهاش، لا بس هو العسل بالنسبه لي اقدم منها، فنزلنا العسل وطورناه. يعني الكبسوله دي اوريدي كانت موجوده من 4-5 سنين بتوصفها وبتعالج بيها. انا مش هنزل حاجه وهقول بختك يا ابو خيط او مش مجربه، احتمال تنجح او تفشل معايا. لا لما جينا نزلنا العسل كان معايا اكتر من 300 حاله. لما جينا نزلنا دي برضو معايا بفضل الله حاله كتير جدا، واشتغلنا بيها كويس جدا واثبت نجاحها كتير قوي. الحمد لله. كمان بس انت لقيت الوقت دلوقتي ان احنا ننزلها في السوق بشكلها الجديد وتطوير الجديد. احنا دايما بنطور، انا ممكن كمان سنه تلاقيني نزلت. احنا بقالنا في العسل سنه، احنا برضو سنه ممكن، يعني احنا مش واقفين بالظبط. احنا طرق البحث عندنا شغاله، انا وفريق طبي كامل معانا من تلامذتي من اساتذتي كلنا شغالين بفضل الله لغايه ما بنوصل لحاجه نقدر نخدم بيها المريض باسهل الطرق، كبسولتين في اليوم وبارخص سعر. عايزه بس اكد على نقطه تحت اشراف طبي متكامل، لان انا لما قريت على العلبه طبعا هو تصريح من وزاره الصحه، يا جماعه احنا ما بنعمل، يعني دكتور اصلا له شركه متخصصه في صناعه المستحضرات الطبيه بقى لها سنين حوالي 15 سنه او يزيد في الشركه من 2000 20 سنه كمان ما شاء الله، شركه متخصصه منتجات في مجالات جديده غير المجال اللي احنا فيه، فاحنا مش مصرح من وزاره الصحه طبعا المنتج وتحت اشراف طبي متكامل. فانت حضرتك قلت بقى ان انت لما بتعمل حاجه ما بتقفش، انت بتطور وبنعمل اشراف طبي متكامل. حضرتك بقى معاك كاست ومعاك مساعد وبتقرا طبعا في الموضوع ودراسات. انا زي ما قلت انا معايا فريق طبي. معلش انا باكد بس السؤال ده ليه؟ لان في ناس كتير بتسمعنا فاكره ان الموضوع ده ايه؟ شويه وهيخلص، مش عن دراسه، حاجه كده للسوق وخلاص. فاحنا عايزين ناكد لا الموضوع مش كده يا جماعه، الموضوع يعني مش سهل. اللي بيجي سهل بيروح سهل، يعني احنا لو هنبدا لو احنا بنقلد، لو احنا بنمشي حالنا. انا كنت لسه تمرين النهارده الحمد لله، وانا لما اقول 20 سنه لا انا في ناس سامعاني دلوقتي عارف ان الحمد لله هم اكتر من 20 سنه، لكن انا 20 سنه لما بدات لوحدي الحمد لله، وبدات اقول ان انا بعمل منتج الحمد لله، يمكن المده الزمنيه اطول من كده كمان.
منتج ملوش اثار جانبيه خالص، ملوش اي سايد افكت خالص على اي مريض. احنا بنديه لغايه 70 سنه بنديه عشان مرضى السرطان الوريدي، اي بنديه لاي سن. او البروستاتا لو عندها مشكله في البروستاتا بالذات في السن الكبير ده كده. ما انا عايزه اكد بقى على النقطه دي. طبعا الشعب المصري للاسف ربنا يشفي الجميع اغلبه يا ضغط يا سكر يا فيروس والتهاب فيروس سي او مشاكل في القلب او كده. المنتج ده امن مع اي سن ومع آمن اي مرض؟ امن مع اي سن ومع اي مرض. بالعكس انا لما جيت ما انا احنا قلنا من ضمن اسباب المشاكل الجنسيه مش العقم، الضعف الجنسي يعني من ضمن اسبابه ضغط سكر قلب صح، بس انا تدخين. انا رعيت فيه الثلاثه دول. احنا من ضمن اسبابه الضعف الجنسي الثلاثه دول ضغط سكر قلب بس. انا رعيت فيه الثلاثه دول، يعني رعيت ان انا المريض ده لما ياخد الكبسوله دي مش بس مش هيبقى فيه اثار جانبيه على الامراض دي، لا هيبقى فيه كمان هيبقى في راحه كمان من ناحيه الثلاث مشاكل دول. الثلاث مشاكل، لا دي نقطه مهمه جدا. بس ناخد ايمان من القاهره ونرجع نتكلم بقى عن كبسوله الدكتور بكري. على السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عامله ايه يا ايمان، اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. كان عندي بس استفسار كده من الدكتور، هو سامعني؟ اه طبعا سامعك، اتفضلي. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ازيك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 23 سنه تمام، ومتجوزه بقالي 3 سنين، جوزي عنده 26 سنه، بس لحد دلوقتي ما حصلش حمل ولا اي حاجه. تمام. كشفتي؟ طيب رحتي عملت؟ تمام اتفضلي. عملت، هو احنا كشفنا وكل حاجه. هو بيقولوا ان هو عنده ضعف في الحيوانات المنويه، قليله عنده، ضعيفه. تحب تسال عددها كام؟ عم اخر تحليل كان كام؟ 4 مليون. تمام. 4 مليون بس العدد، بس ان 4 مليون ده يعتبر قليل جدا. يعني حاجه في مشاكل تانية في العلاقه غير، يعني انت حاسه ان في او من تحليلاتكم او من الكشف في حاجه تانية غير مشكله؟ لا هو بس المشكله من عنده هو بس. انا كنت بقى عايز اسال الدكتور لو في حاجه مثلا اخدها او هو ياخدها، يعني تزود له الحيوانات المنويه وكده يبقى كويس. يعني لو في حاجه نقدر نعملها، لان بجد احنا خلاص يعني تعبنا من كتر الادويه وتعبنا من كتر ما احنا بناخد حاجات. وما عملتش نتيجه؟ ما عملتش نتيجه، بقى لنا 3 سنين دايخين على الدكاتره. لا في العدد ولا في حركتها ولا في اي مشاكل ولا اي حاجه. ممكن تقل مثلا لكن ما تزيدش خالص، يعني بتفضل في المعدل ده، ما تزيدش، هي تقل بس، يا تقل يا تزيد، بس ما تعديش ال 4 مليون. تمام. طب وانت ايمان عندك مشكله ولا الحمد لله انت؟ لا انا الحمد لله ما عنديش اي حاجه. طيب تمام، ربنا يا رب ينولك اللي في بالك، والدكتور هيرد عليك ان شاء الله. يا رب يا رب. مشكله اللي هي، طب وليه يا دكتور ممكن بعد، بتقول بقى لها 3 سنين بتتعالج، ممكن العلاج الطبيعي اللي احنا عارفينه العلاج الكيميكال العادي ده كان يقعد فتره والحيوانات المنويه ما تزيدش حتى في عددها؟ 4 مليون قليله جدا عشان يحصل الحمل. بصي انا اسهل مريض عندي، احنا في جزئيه ما اتكلمناش فيها ان هي جزئيه انعدام السائل المنوي خالص. طب المريض يجي له صفر، ثلاث اصفار بيبقوا موجودين في التحليل كده، صفر حركه، صفر سكر، صفر سائل منوي. ده مشكله عدد. في البروستاتا بقى لو السائل المنوي كمان، البروستاتا ما بتطلعش السائل المنوي. انا كده دي مشكله كبيره جدا بتبقى قدامي. صفر بقى لما بيجي لك صفر ايه بقى؟ معلش، صفر حركه، صفر عدد، مش لزوجه خالص، صفر حركة. صفر عدد، صفر حركه، عدد، التحليل كله جاي صفار، مفيش سائل منوي اصلا خالص في الحيوانات المنويه. فحتى احيانا المريض كان بيشتكي ان هو ما بيقذفش، مفيش يعني مفيش سائل منوي، او مفيش يعني ما بيعرفش ازاي العمليه الجنسيه بتنتهي يعني. لكن انا بيبقى اسهل مريض بالنسبه لي اللي هو جاي لي بعدد حتى لو 100,000. سبحان الله، مش 4 مليون. بشتغل بنشتغل عليهم كويس جدا والله. والفضل الكبسوله اثبتت نجاحها جدا جدا جدا، لما مليون 2 مليون 3 من 4 مليون اثبتت نجاحها جدا. وفي التحليل اقل من شهر، اقل من 30 يوم بنحلل بعد ما ناخد كورس الكبسوله، بتبقى نتائج هايله جدا جدا. الكورس بقى بيتاخد قد ايه يا ايمان؟ سامعينا كويس. احنا بناخد على قبل وجبه الفطار بساعه، قبل وجبه الفطار بساعه، وقبل الجماع بساعه. طب الجماعة تحط له جدول معين كده يعني ولا خالص؟ يعني خالص. حسب ما هم اللي يرتبوا الامور وينظموها خالص. احنا بس بننصح بيه، او لو هنعمل له لو ترتيب مثلا في فترة التطويض بيبقى في نظام معين اللي هو بعد 10 ايام اللي هي بقى على حسب كل هي يعني هو اشهر حاجه ليها ثالث يوم في بعد انتهاء الدوره يعني. بنبدا ان يبقى في جماعه يوم ويوم. تمام. وطبعا بتبقى الدنيا مظبوط يعني، لو حصل تلقيح في الفتره دي بتبقى يعني تنام حمل تام في الامر ده ان شاء الله يعني. ما شاء الله. يعني هي هم دلوقتي يعني عشان بس ناكد، هم هيعملوا تحليل قبل ما ياخدوا الكبسوله، او هم لو متاكدين ان هو يعني، عشان حضرتك بتعمل كده وانت متاكد طبعا ده اللي بيحصل؟ قبل وبعد، قبل وبعد لازم تعمل تحليل قبل وبعد. يقعد شهر
30 يوم ياخد الكبسوله كل يوم. اه مره قبل الفطار ومره الفطار بساعه وقبل الجماعه بساعه وقبل الجماعه بساعه ان شاء الله كل يوم يوم بعد يوم هو حسب ما مفيش مشاكل خالص لمده شهر. هيجي بقى بعد كده يلاقي ايه في التحليل ان شاء الله باذن الله. العدد زايد جدا يعني الحمد لله احنا محتاجين 20 مليون ومعنا حالات بفضل الله للامر ده ومعنا تحليلها 30 يوم بالظبط بفضل الله التحليل بيوصل. بلاش اقول ان بيوصل عدد لا خلينا نقول ان متوسط ال 20 مليون اللي احنا عايزينهم. اه مش حضرتك مش هتبالغ حتى وتقول هتقول لحد الادنى وكده. طيب هي تاخد الكبسوله دي او حاجه ولا هي ده خاص بالرجال بس؟ والله احنا بنقول عشان العسل كان برضو كان في حاجات بتاخدها السيده يعني وكنت انت بتحب تشتغل على الاثنين عشان ما يحصلش مشكله عند الست برضو في الوقت. احنا كنا مدين مع العسل كنا مدين برضو حاجه عشان لو في مشكله عند الست صح كانت بتاخدها قبل اول جماع بعد الدوره صح. فاحنا برضو بننصح بكبسوله قبل اول جماع بعد الدوره للفيميل. اه تمام. لكن لو انا الموضوع بقى اتقلب بقى اتغير بقى ان انا عندي مشكله المشكله نفسها عند الفيميل لا ده موضوع تاني بنعالج برضو بنفس الكبسوله بس بطرق جرعات معينه. جرعات معينه؟ اه بطرق جرعات معينه بنفس الكبسوله. لو في مشكله في التبويض وفي التصاقات لو في مشكله في تاخر دوره والله يعني ده مش بس ضعف جنسي وضعف سائل انا عند الرجال الخاص انا مش عامل منشط انا عامل علاج لاتمام عمليه جنسيه ناجحه ينتج عنها علاج العقم سواء عند الفيميل او الميل باذن الله في اقل من 30 يوم. طيب احنا بنتكلم بقى ناخد فاصل كده سريع ونتكلم بعد الفاصل عن علاقته بالذات للسيدات زي ما احنا افردنا الى طبعا هو الجزء الجانب الاكبر خاص بالرجال بس برضو السيده ليها جانب. الكبسوله دي ان شاء الله هتكون مفيده معاها. وانا برضو حابه اسال كبسوله الدكتور بكري اشمعنى الاسم ده واكيد اخترته من اسامي كتيره بس استاذنك فاصل قصير يا جماعه وبعد الفاصل اعزائي المشاهدين نلتقي مع الدكتور محمد بكري اخصائي العلاج والنباتات الطبيه وكبسوله الدكتور بكري ما تروحوش في اي مكان مستنياكم. ارقام ظهر امامكم على الشاشه منتظرين اتصالاتكم واستفساراتكم لاي حاجه خاصه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هو موضوع مهم جدا مش عاوز اقول موضوع شائك بس هو ان شاء الله لما هيتعالج هيبقى حاجه سهله وينتج عنه اطفال وينتج عنه حياه سعيده. وطبعا موضوع تاخر الانجاب او علاج الضعف الجنسي عند الرجال او مش عاوزين نقول عقم او سبب من الاسباب اللي ممكن تكون شائعه بتؤدي لقلنا خلافات زوجيه او بتؤدي الى اكتئاب او بتؤدي لا قدر الله الى انفصال او طلاق لو ما اتحلتش. ممكن يكون العلاج سهل او الحل سهل بس احنا مش عارفينه او ما عندناش حد يدلنا عليه. احنا هنحاول ان شاء الله في الحلقه ديت جايبين كبسوله الدكتور بكري طبعا دي اللي علاج الضعف الجنسي وعلاج تاخر الانجاب والعلاج لو صح وقلنا العقم عند الرجال. انا عايزه حابه ارحب تاني بضيفي دكتور محمد بكري اخصائي العلاج بالنباتات الطبيه منورنا يا دكتور. تسلم يا استاذ. وكبسوله الدكتور بكري منورانا. اشمعنى الاسم ده؟ اكيد اخترت بنص اسماء تانيه كتير. لا هو دكتور بكري دي انا كان في دكتور صيني كان دايما بيندهني بالاسم ده دكتور بكري حتى انا لسه بدرس يعني كان دايما بيندهني بالاسم ده هو. فانا لما جيت عملت الورق التايتل بتاع الشركه يعني السجل والبطاقه سميته كده يعني فلما جيت عملت المنتج ده يمكن ده اول منتج انا اسميه دكتور بكري على اسمك. لان انا بذلت فيه مجهود قاسي جدا بالظبط وكانت نتائجها بفضل الله شجعتنا ان انا افخر ان انا اعمل حاجه زي كده. بالظبط ده اللي انا عايز اقوله. انت اكيد ما حطيتش اسمك على المنتج الا بنتاج سنين. لا مش بسهوله. سنين ما انت عشان ده اسمك لو لا قدر الله كان في مشكله او في حاجه مش هتفخر بيه زي ما تفخر. التجارب ونجاح التجارب بتاعتها هائله جدا. نجاح التجارب فقلنا لازم ان شاء الله يعني قلت لازم انفرد بيها يعني مش غرور ولا حاجه تمام. بس هو حق ملكيه يعني. حاسس ان انت حطيت فيه خلاصه تجارب وخبرات كبيره جدا خدتها. والله خلصت عمر ياه. خلصت عمر وسهر كتير عشان نوصل لحاجه الكبسوله دي نقول عشان اوصل لحاجه اقول انا بعالج العقم بس ويبقى معايا حالات بعالج العقم بعالج الضعف الجنسي بعالج مشاكل الانتصاب او تاخر مشاكل بعالج مشاكل البيريود لو في تاخر في البيريود لو في اضطراب في البيريود الحيوانات المنويه عددها قلتها لزوجتها يمكن الحمد لله عالجنا بيها في العياده مع الحجامه عالجنا بيها بفضل الله كانت مريضه عامله سقط وكان محتاجه كحت فعملنا بفضل الله عالجنا بيها بفضل الله يعني الكبسوله دي. طب انا احنا اتكلمنا عن دورها في علاج في المشاكل اللي عند الرجال عايزين نتكلم زي ما انت قلت بقى عن السيدات بقى الكبسوله دي دورها ايه؟ احنا قلنا طبعا قلنا سريع بس احنا عايزين نتكلم بشكل تفصيلي اكتر مش عايزين نفرض الامر خاص بيبقى خاص بالميل بس لا انا احيانا بيبقى عندي مشاكل عشان هي معلش طبعا جايبين الزملاء الشكل والايحاء ما عايزين نقول هو ممكن اي حد يبص للعلبه هيقول لك ده رجاله بس لا احنا قلنا ميل وفيميل ايوه بالظبط عايزين ناكد على كده مفيش حاجه فضل الله يعني انا بعملها ما
تبقى خاصه لشخص يعني لجنس واحد بس، لا خالص طبعا. تمام صح. والا ما كناش اشتغلنا يعني، يعني لما هعالج بيها نوع واحد يعني. يعني وكمان انا عندي مشكله ميزه عيب ما اعرفش هي ايه، ان انا لما اجي اعمل حاجه يعني انا لما جيت عملت كبسوله اعالج بيها كل ما يخص الضعف الجنسي والعقم والمشاكل الخاصه بالخلفه بالبلدي. بس مش هعالج حاجه واحده بس، لان انا النهارده بناء على التركيبات المتعدده اللي فيها صعب قوي ان انا اقابل حاله او اقابل بيشنت او اقابل مريض عنده مشكله واحده، بتبقى صعبه. فعشان انا ادخله بقى في 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 كذا جرعه وكذا ادويه المريض يقع مني. ايوه بس وانا بطبيعتي ليه تقل. بس بالنسبه للسيدات بقى بالنسبه لعلاج الكبسوله للامراض النسائيه، الراجل فيه ميزه عن الست في في في, في جزئيه العلاج، ان انا ممكن اعالجه لغايه قبل ما يموت بساعه. لغايه قبل نهايه عمره. في اي وقت عالجه ويبقى عنده سائل مهم ولقب وايد حتى لو عنده 80 سنه. صح. بس الست بتقف عندي العمر. بتقف معايا لسن معين لفتره انقطاع الطمس. صح. بس بعدها خلاص كلنا بنقف مكتوف الايدي مش انا لوحدي. اه. بس فعشان كده انا بقول مشاكل الست اهم مع انها اقل بس اهم واخطر من مشاكل الراجل. مرتبطين بزمن. بس. عشان مرتبطين بزمن ومرتبطين بسمنه مرتبطين بوزن بس مرتبطين بعامل نفسي مرتبطين بنشأه مرتبطين بحاجات كتير جدا. فضروري ان الست ما تهملش نفسها وتحاول تعالج نفسها في اصلها خالص. ومش عيب ان انا إن, ان ان هي تبدا وهي بنت. لو في عنده اضطراب هرمونات في الـ في الـ في, الـ في الجسم، لو في عندي مشاكل في البيري وعدم انتظام. أيوه. تاخر الكلام ده، عندي مشاكل خاصه مثلا في الشعر الكلام ده مشاكل مثلا في 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 الدوره نفسها، في بتيجي متاخره بتيجي بدري بتيجي بطريقه الم بتيجي كتيره بتيجي قليله. ايوه. بتيجي اول يوم وبتيجي اخر يوم مش منتظم، الكلام ده كله لازم يحصل وهي بنت، لازم تشوف مشاكله وهي بنت. احنا فضلنا قدرنا نلم الدنيا دي كلها برضو في كبسوله. بس علشان نوفر على المريض ان هو يخبط باب العيادات، نوفر على المريض ان هو برضه الجراحات كتير جدا. يعني احنا قلنا بنعالج السقاط دي احيانا بتحتاج جراحه، قلنا بنعالج لو مشاكل في الكحه بتحتاج جراحه، قلنا لو عندي مشكله في التبويض بقى في مشاكل التبويض نفسها تبويض ضعيف بالظبط ما فيش تبويض خالص، عدد البويضات اللي بتنزل قليله جدا ما فيش كل ده بفضل ان احنا قدرنا بتوقيتات معينه بشغل معين ب ب ب بجرعات معينه نعالجه بفضل الله عن طريق الكبسولات. انا مثلا لو مريضه باجي على حضرتك بحكي لك عندي مشكلتي كذا كذا ومعايا التحليل بتاعتي اللي بتثبت كذا كذا، فانت على اساسها بتحدد الجرعه اللي هتاخدها منها او نوع الكبسوله. بحدد ديناميكيه العلاج. هل هدي دواء بس؟ هل هدي حاجه معاه؟ بس 90% بدي دواء بس وبيشتغل كويس جدا مع طرق غذاء معينه مع طرق رياضه معينه. تقدر ست ان شاء الله يعني بفضل الله يعني موضوع الدوره ده احنا بنحله بفضل الله في اقل من 10 ايام باعتماد على الطب التكميلي او النباتات الطبيه او الكبسوله مع حاجات تانية كتير او الحجامه حتى في اقل من 10 ايام. احنا بنعالج مشكله الدوره دي، كانت اخر حاله عندي من اسبوع بفضل الله يعني الدوره نزلت بعد 48 ساعه بالظبط. كانت ما كانتش كانت محبوسه ما كانتش في دوره خالص بعد 48 ساعه بالظبط بعد استعمال الكبسوله بفضل الله الدوره نزلت على طول. بس ده عن تجربه وعن دراسه الحمد لله وعن نجاح التجارب اللي احنا بنتكلم فيه دايما. ما ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هو انت المنتج كان موجود بس انت حبيت لسه منزله للسوق يعني او هينزل خلاص ان شاء الله او كده ان شاء الله. طيب عن تجارب بقى، انت بقى لك قد ايه بتجرب والحالات عشان ممكن حد يسمعنا يقول يا عم لا ما ممكن بيجربوا فينا مش متجرب. انت مش انا قلت ان انا بقى لي 20 سنه بجرب شغال فيه مش هكون ببالغ. بقى لي 15 لو حقيقه سنة لازم تقول بالظبط. بقى لي 15 سنه بنطور فيه مش هكون ببالغ. بس بقالي 5 سنين بديه زي ما هو كده. زي ما هو كده. بس مفيش اي تجديد فيه خالص. بدون ما كنتش بنزله السوق وما كان الاختلاف عشان حد بيسمعنا يقول لك ايه الاختلاف. الاختلاف دلوقتي ان هو هينزل السوق. قبل كده كان عندك انت اللي كان عندي، كنت انا شغال بيه داخل مصر وخارجها. كنت شغال بيه داخل مصر وخارجها. بس لكن انا لما قلت ان انا عايز اطور في في العسل لقيت ده انسب حاجه. لقيت ده انسب حاجه. وانسب حاجه زمان علمونا ان الحفاظ على النجاح اهم من النجاح نفسه. صح. بس الحفاظ على القمه سهل لك الحفاظ على القمه اصعب. فانا عايز احافظ على النجاح اللي حققه العسل. ما لقيتش انسب من كبسوله دكتور بكري ان انا احافظ بيها باسمي بتاريخي بشغلي بنجاحها بتجاربها بفضل الله.
ما لقيتش انسب هنا بفضل الله يعني. بتشعباتها في علاجاتها في حاجات كتيره جدا سواء عند الراجل يعني. او عند الست هنتكلم بس هي تجربه مكونه من ايه؟ انا عارفه ان انت مش هتقول سر المهنه ومش هتقول لا خالص يعني. عدي السؤال ده. هتقول طب ما حدش هيسمعنا يعني. هنقول بس حاجات بسيطه بس. ناخد اتصال معنا مصطفى. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. عليكم السلام. اتفضل دكتور مع حضرتك يا استاذ مصطفى. انا استاذ مصطفى من الفيوم. عندي 32 سنه. تمام. والله انا متجوز بقالي 5 سنين وما حصلش حمل لحد دلوقتي. وانا عملت تحاليل انا والمدام وطلع عندي ضعف في الحياه المنويه، ضعف في الحركه. وعندي نسبه تشوهات والعدد عندي 9 مليون. وحضرتك انا ماشي على علاج بقالي اكتر من سنه ونص وما حصلش معايا نتيجه لحد دلوقتي. تمام. هل ان شاء الله العلاج ده يجيب معايا نتيجه؟ تمام. عندك مشكله تانية غير غير الحيوانات المنويه ولا هي دي المشكله الاساسيه اللي موقفه الحمل؟ انا عندي ضعف وعندي نسبه تشوهات والعدد عندي 9 مليون. تمام تمام. سؤال انت تساله تحب تساله ايه؟ سؤال لا خالص. شكرا يا استاذ مصطفى، ان شاء الله ربنا يشفيك ان شاء الله. ده واضح ان مشكله الحيوانات المنويه هي المشكله الابرز والاكبر. ما احنا قلنا هي 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 الشغل الشاغل يعني. صح، عشان علاقتها بالانجاب سواء وجودها بس فيها مشاكل سواء حركه. صح. او لزوجه. صح. بس او تشوهات سواء عدم وجودها خالص. ده موضوع دي مشكله. بس فهي احنا ما احنا وعنده ضعف كمان في الحركه وعنده تشوهات وعددها 9 مليون. يعني ان شاء الله باذن الله بالكبسوله مع ضبط الوزن ان شاء الله الدنيا تظبط معاه. ياخد حاجات مع الكبسوله دي يعني؟ ممكن حد لو جالك ياخد حاجه مع الكبسوله دي عشان حاله زي كده زي مصطفى، ولا هو يكتفي خالص بالكبسوله؟ خالص الكبسوله بس. خالص كبسوله بس. وحتى اي دواء بياخده بيوقفه يعني. احيانا العيان بيجي لي بروشته كده او يكلمني في التليفون مثلا بيكلم الكول سنتر معروفه الكيميا يقول لي انا باخد واحد ده. لا هنكتفي بدي بس عشان نجرب تثبت وجودها معاك عشان ما تجيش في الاخر تقول لي اصل انا كنت باخد دواء الدكتور الفلاني كاتب لي كذا وكاتب لي كذا. فانا بقى يمكن هو ده السبب. احنا بنوقف كل حاجه وبنشتغل بديا وبيني وبينك تحليل بعد 30 يوم. 30 يوم بس يقدر يخلف بعد 30 يوم على طول يعني؟ النتيجه بتوصل ل 20 بعد 30 يوم. طب هل انا اوقف وصلت عندي النسبه اوقف الكبسوله؟ لا احسن. احيانا بيحصل انتكاسه. ما ده بقى عايزين نتكلم. احيانا بيحصل انتكاسه. انا ما وقفش الا بعد، مش عايز اقول بعد الوضع يستمر فيه طول الحياه. لان انا عندي بيحصل احيانا بيجي لي حالات في ميل بتقول لي انا بحمل وشهرين ثلاثه وسقط. بيكون سبب الراجل. صح، الحيوان المنوي ضعيف. بيكون سبب الراجل مش الست. بس عشان كده احنا بنقول في فتره يعني الاساتذه بتوع النساء بيقولوا ايه؟ بيجوا فترات كده يوقفوا الجماع في فتره الشهور معينه. لا احنا بنقول لازم يكون على فترات متباعده، لازم يكون في ما لازم يكون في اعاده تلقيح تاني، لازم يكون في سائل منوي تاني. لازم يكون في فترات معينه عشان لاتمام الانجاب، لنجاح الانجاب. لان هو بس مش فكره ان هي خلاص بقى في حمل ان هو الحمل هينجح. لا ممكن طبعا باذن الله ينجح، لكن احنا قلنا اسباب الاجهاض، اسباب الفشل اللي بتحصل في عدم اتمام الحمل. عشان كده احنا بنشتغل بنقول لا نستمر في الكبسوله ونستمر برضو بايام معينه او يعني فترات متباعده في موضوع الجماع. معلش نقول بس تتاخد دوره الكبسوله بتتاخد ازاي؟ كورس العلاج ازاي؟ بتتاخد قبل الفطار بساعه. قبل الفطار بساعه وقبل الجماع بساعه. تمام. طيب اليوم ما فيش جماع صح، بس تاخد قبل النوم. قبل النوم اساسي. قبل النوم. قبل النوم بساعه بقى على طول؟ مش قبل النوم على طول. قبل النوم. ودي انسب، وده انسب وقت ليها يعني. انا ما بتفرقش لو العيان نسيها الصبح بقول له ماشي خدها بعد الفطار، لكن انسب وقت بتمنى ان العيان ما ينساهاش فيه اللي هي الوقت اللي هي قبل النوم دي، عشان بتشتغل مع الدوره الدمويه كويس جدا. هي قبل النوم دي مهمه جدا كده قبل النوم. ولو نسيها قبل الفطار بساعه ياخدها بعد الفطار عادي؟ ياخدها بعد الفطار بساعه. بعد الفطار بساعه. يفضل ان يعمل معده فاضيه يعني. على معده فاضيه، بس لو ما حصلش يبقى بعد الفطار بساعه والمده 30 يوم ويحلل وان شاء الله النتيجه، وبعد كده ان شاء الله تعمل مفعول ويستمر على طول على ما يحصل عشان ما يحصلش انتكاسه. احنا بيننا وبين اي حد النتيجه ما بحبش اراهن على شغلي، بس انا بيني وبين اي حد النتيجه بعد 30 يوم تحليل قبل وبعد. ان شاء الله تبقى نسبه مرتضى بيها باذن الله، ونستمر عليها لغايه ما يحصل حمل، وبعد الحمل كمان لغايه ما يحصل وضع. لغايه ما يحصل وضع ويستمر بيها ان شاء الله، ما يحصل الحمل الثاني والثالث باذن الله. ناخد محمد. الو السلام عليكم استاذ محمد. معاك الاستاذ محمد من المنيا. دكتور اهلا بيك يا حبيبي. ممكن اكلم الدكتور بس؟ سامعك، اتفضل يا استاذ محمد سؤالك. ازيك يا دكتور؟ انا محمد من المنيا، كنت متابع معاك من 6 شهور. اهلا بيك يا محمد. انا كانت الحياه المنويه بتاعتي كانت يعتبر زيرو لحد دلوقتي، بس لحد بعد ما استخدمت المنتج العسل بقت 14 مليون. تمام. لحد دلوقتي استخدم ال
كبسولات ولا اكمل بالعسل ولا ايه؟ لا لا اكمل بالكبسوله بقى ان شاء الله يا محمد، مفيش عسل بعد كده. طيب يعني استاذ محمد بس اتفضل. انا حابه اسال بس حضرتك بعد قد ايه النتيجه عليت كده؟ بعد شهر ولا شهرين ولا قد ايه من اخذ العسل؟ بالظبط ثلاث شهور انا استخدمت المنتج. استخدمت كويس جدا يعني طبعا. تمام. فحضرتك استخدمته وبعد اول شهر حللت لقيت النتيجه بتعلى بتعلى الحيوانات المنويه لغايه ما وصلت ل 14 صح؟ فعلا فعلا. وده انا حاجه اتمناها يعني، اشكر دكتور محمد البكري ودي حاجه مستني ليها ليه يعني. تمام. قبلها بقى كنت بتستخدم علاجات تانية عملت ما كانتش عامله مفعول؟ لما كنت بحلل وكده وكنت بلاقي النتيجه برده زي ما هي ما بتعلاش، العلاجات اللي الدكاتره كانت بتكتبها لي ما كنتش برتاح نفسيا. تمام. طيب احنا كده انا بشكر دكتور محمد. فانا ايه كنت السؤال بس اللي عاوز اسأله، يعني اكمل على المنتج بتاعه ولا اجيب الكبسولات برضو؟ لا هنكمل على الكبسوله يا محمد. الكبسوله يا محمد خلاص. العسل دلوقتي احنا العسل ما لغناهوش، واحنا زي ما قلنا في بدايه الحلقه احنا طورناه بالكبسوله. ان شاء الله تسمع الحلقه ثانيه لما تتعاد او على اليوتيوب. الكبسوله ان شاء الله فيها مميزات العسل واكتر كمان، وهتبقى متوفره في السوق وموجوده. حد عايزين بقى ازاي انا محمد مثلا او اي حد هيسمعنا عايز المنتج ده ياخده يحصل عليه ازاي؟ في الكول سنتر، احنا عندنا فريق كول سنتر عالي جدا، عندنا الارقام متظاهره يا جماعه على الشاشه، الارقام اللي على الشاشه. وفي برضو في احنا بفضل الله عندنا حاجه بيميز بيها الشركه عندنا، احنا عاملين متابعه يعني العيان في اي وقت بيلاقي دكاتره متخصصين بيكلموه من غير ما هو يتكلم، كل اسبوع دكاتره متخصصين بيكلموه لو في تطوير في المنتج، لو في مثلا بنتابع حالته. حسيت بحاجه المنتج وصل لك فيدباك زي ما بيتقال، متابعه انتوا بنفسكم تختاروا الناس اللي هم كلموكوا كل واحد كلمكم بتعملوا له متابعه ولا الاغلبيه؟ لا اي حد ان شاء الله بيتكلم بتعمل له متابعه. بتعمل له متابعه اي حد بياخد المنتج بتعمل له متابعه. متابعه. الارقام يا جماعه ظاهره امامكم على الشاشه، انا بتصل في اي وقت بالارقام دي بيردوا عليا في وقت, وقت معين؟ لا في اي وقت تفضل. 24 ساعه بطلب المنتج، مفيش مشغوله خالص 24 ساعه حتى في ظل الكورونا. لا في ظل الكورونا 24 ساعه. انا بتصل دلوقتي طلبت كبسوله دكتور بكري هتجيلي على طول؟ خلال 48 ساعه بتوصل. بتجيلي بتجيلي من غير انا بروح ولا بستنى المندوب ولا اي حاجه، بتجيلي زي اي حاجه لغايه البيت بطريقه استخدامها، بطرق استخدامها امنه جدا. بتوصل له على الاكسبيرد بتاعها، التاريخ الصلاحيه بتاعها. ده غير المتابعه طبعا، غير المتابعه المستمره من عندكم. لا دي هديه فضل مني للمتابعه دي. المتابعه دي دي. طيب عايزين ناكد برضو ان المنتج في متناول يد الناس، متناول يد الجميع. احنا مش هنقول طبعا هو بكام يعني، او مش غالي يعني، عشان ما حد سمعني يقول لك يا ماما ممكن ما يكونش مقارنه بالادويه بالعلاجات الخاصه بالمشاكل الجنسيه او مشاكل الحمل. هو صفر مقارنه بيها طبعا، لان بصراحه الادويه الثانيه والتحاليل والادويه بتاخد، ولو في عمليات بتستنزف من الاسره كتير. مقارنه بيها هو صفر يعني صفر. ولا حاجه. فالمنتج هيبقى متوفر وكده. طب لو تقول لنا المنتج ده قبل ما نختم كده، هو مجموعه مواد كتيره طبعا، مش هنقول على الماده الفعاله، بس هو مجموعه نباتات واعشاب طبيه. ممكن تقدر تقول لنا يعني حضرتك اعتمدت فيه على اساس على ايه، ولا هيبقى ده سر المهنه صعب نتكلم عنه؟ لا احنا قلنا لو فيه هو 14 15 حاجه، لو هنتكلم مثلا عن ريبشي جينسنج مثلا او جونك بايلوبا اللي بتبقى موجوده في اللي انا برضو يعني باخد خصائص العشبه نفسها. انا مش بشتغل بالعشبه، انا بشتغل بخصائص خاصه في العشبه نفسها. بس دي بتحفز السائل المنوي، بتحفز نموه بس، بتحفز الـ 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 البروستاتا. بس في عشبه في موجوده طبعا صعب انا عارفه صعب اقول اسمها. لا ما تقولش، بس انا عايزه سريعا كده اقول لحضرتك، قلت لي انت بتجيب الحاجات دي من الصين، يا اما انت بتزرعها شخصيا في مصر. مش اللي مش موجوده في مصر، انت بتزرعها في ارضك وتبعك عشان تاخدها صح؟ من باب الامان يعني، ان انا مفيش يعني انا ما بحبش طبعا، مش ذم في في, في 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 اخلاق العطاره او العطارين، بس انا يعني عشان تحصل للنتيجه دي عشان اجيب عشبه انا واثق فيها وانا فبضطر حاجه من الاثنين، يا اما انا اجيبها عن طريق حد مختص بره بنجيبها من بره، يا اما بزرعها. انا اسفه جدا لازم اختم دلوقتي، الوقت عدى يعني ما شاء الله بقى لنا ساعه الا ربع تقريبا على الهواء، بس الوقت عدى. دكتور تمام. دكتور تمام. محمد البكري اخصائي العلاج بالنباتات الطبيه، نورتنا وشرفتنا. وكبسوله الدكتور بكري لعلاج الضعف الجنسي وضعف السائل المنوي، وان شاء الله تحقق نتائج يعني. العسل حقق نتائج مبهره، هو حقق نتائج مبهره، بس ان شاء الله مع الاعلام ومع التركيز عليها حقق نتائج احسن واحسن، والارقام هتبقى ظاهره على الشاشه المشاهدين. لو انتوا عاوزين المنتج على طول هيرد عليك دكتور محمد. نورتنا
شرفتنا ان شاء الله. ده مش انت حضرتك ده كلام في الطب ده برنامجك ان شاء الله يتجدد. انا اول مره اظهر معاك ان شاء الله وتتجدد اللقاءات ان شاء الله مش اخر مره. اعزائي المشاهدين كلام في الطب خلص وان شاء الله هنقول وداعا لعقم وداعا لتاخر الانجاب وداعا للضعف الجنسي وداعا لاي مشكله من المشاكل اللي بتادي المشاكل الاسريه مع كبسوله الدكتور بكري ومع المنتجات اللي بتقدمها الشركه. شكرا ليك على حسن المتابعه. الى اللقاء.